هي كونفيتير كونفيتير ديال الفريز عندي هنايا نعطيك قياس ديال كيلو عندي كيلو ديال الفريز الفريز انا كنعبرو حتى كنغسلو وكنحيد ليه ديك لا بارتي البيضاء وداك الورق الاخضر ما كنعبروش من كنشري فهمتيني عندي 750 غرام ديال السكر وعصير حامضة كيف ما قلت الفريز انا كنعبرو حتى كنزول ليه ديك لا بارتي البيضاء عاد كنعبر كيلو كنقطعو على جوج ولا على اربعة على حسب شنو بغات السيدة وكتخوي عليه داك السكر وهاد عصير حامضة وهاد الحامض كيخليه ما كيضيعش لينا دغيا وكيصبر لينا في الثلاجه كنخوي هاد الشوكوشي في كاسرونه وكنخليه يبات الليله كامله ودابا مع دابا الجو بارد بزاف تقدر تخليه في السيده غير هكا فوق في الطبله ولا في الكوزينه غير تغطيه باش كيذوب داك السكر اما الا كان الصيف ولا طبعا كنديروه في الثلاجه لا غد ليه كنلقى هذاك الفريز طلق السيرو ديالو اللي غيطيب فيه بداك السكر والحامض كيطلق السيرو ديالو نيت كنعملو فوق البوطة على نار مهيلة تكاد وكنبقى كنحرك مرة مرة بعد المرات كطلعني يعني شوية الكشكوشة كنزولها بواحد المعلقة باش ما تفسد ليناش الكونفيتور ديالنا حتى كنلاحظ داك الخليط شوية اختار لينا كيبقى كيبان بأنه تكون لنا كونفيتور سيدة إلى شكات بأنه واش تكون لا لا كتهز واحد المعلقة وكديرو فوق واحد الطبصيل وكتصبر عليه شوية يبرد غير شوية ملي كترجع ليه كيبان لها واش رجع كونفيتور ولا لا بالنسبه ليا انا ما كنبغيش الكونفيتور فيه داك الكلاكيع الصغيره ديالو كنطحنو واخا كنطحنو كيجي بحال اللي كيتباع في هذوك بحال اللي كيتشوب كيجي هائل واللي تيبغي في دوك الطريفات راه يخليهم يخليه هكاك بلا ما يطحنو انا بالنسبه ليا كنطحنو فعلا كيبقى اختيار ديال كل وحده داكشي اللي كاين الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك ربي يخليك